اتصلت على زوجي لكن الرياكشن حقه صدمني. دايما تجيب حلول. تفكيرها نقول انه out of the box. Hanan takes a very evidence-based approach to her teaching. كطالبة كانت الدكتورة حنان كثيرة الأسئلة، شغوفة بالمطالعة وتنبسط بحل المسائل الرياضية والألغاز. قررت التخصص بعلوم الكمبيوتر وبداية مسيرتها المهنية في السعودية، لكنها وبلحظة حاسمة قررت الاستقالة وبداية مرحلة جديدة من جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية. عاشت الدكتورة حنان حبشي السنوات الأولى من حياتها بين السعودية ومدينة كارديف، فاستفادت من الجمع بين حضارتين وثقافتين مختلفتين، واللي جعل من شخصيتها محبة للتعلم والاكتشاف. نشأت في جدة، نشأت في بيت متحاب، والدي طبيب جلدية يعاملني على إني شخص مسؤول، وهذا الشيء خلاني أنضج قبل سني. الوالدة هي صديقتي المقربة، كانت فترة الطفولة أمي كانت موجهة في منطقة نائية. عندها حب للعائلة كبير جداً، هي اللي تجمعنا ونقعد نسولف أمور مرة كثير. يعني سافرنا جميعاً إلى كارديف كعائلة، من أجمل الأشياء اللي سووها المجتمع السعودي في بريطانيا أنه في مدرسة سعودية كل ويكند أطفال ياخذوا في المنهج السعودي كله، وأنا فضلت ماشية في دراستي في المنهج السعودي الممتاز. المدرسة الإنجليزي كانت لتمضية الوقت ولتعلم مهارات جديدة، لكن ما كان لها دور في معادلة شهادتي. سافرنا على مرتين متقطعتين، بين الفترتين كنا برضو نرجع لجدة. في المدرسة كانت حنان هي الليدر، وكان دايماً يعني هي تفكيرها نقول إنه out of the box. كانت المدرسة تشرح لنا المحل المسألة بطريقة معينة، هي لا تختار طريقة تانية وتحل بيها المسألة. عندها ذكاء ما شاء الله في الرياضيات، وكانت تحل المواضيع بطريقة جدا سريعة. خرجت بنسبة 99.02 الأولى على مدرستي، المدرسة المصيفية النموذجية. وأتذكر أني رحت أقدم في جامعة الملك عبد العزيز، وأنا بكتب خيارات القبول السيدة كانت بتسألني بتقولي أنت كيف أهلك سايبينك تقدمي على الكمبيوتر، أنت لازم تخشي طب. قلت لها أنا أبغى أدرس كمبيوتر لو سمحتي، رغبتي الأولى هي الكمبيوتر. مهما واجهت عقبات في حياتها تثابر إنها توصل لطموحاتها. مرحلة البكالوريوس في جامعة الملك عبد العزيز كانت مرحلة شيقة جداً. أحد
احد ميزات الجامعه انه كان في تكست بوكس من امريكا، وكانوا يحرصوا على تطوير التكست بوكس حتى لو كان ما في درجه او ما في تلخيص او ما في واجب يتضمن قراءه الكتاب. انا كان لازم اقرا الكتاب قبل المحاضره، اجي الامتحان واكون ماني مذاكره، ويسالوني زميلاتي كيف ما ذاكرتي وماخذه اعلى درجه، لاني قرات كل الشابترز. دائما لما اوصل للنهايه انا ما في شيء جديد علي قبل الامتحان. قبل حوالي 18 سنة اتقدمت بطلب العمل بالبنك السعودي الفرنسي، وظفناها. فشي واز اكسبتنج ذا تشالنج بصراحة، وكان اختيار موفق جدا، ملتزمة جدا في الشغل، كانت دائما تجيب حلول. بدأت كمبرمجة في قسم الميزانية، فلقيت أنه هم دائماً في موسم الميزانية يضيع الوقت بأنه نقعد نستقبل مكالمات من جميع أنحاء البنك، الناس بيسألوا كيف يستخدموا النظام هذا اللي إحنا كنا مسؤولين عن برمجته. فرحت للمديري وقلت له أنا شايفة أنه هذا ضياع للوقت، أنا أعتقد أنه إحنا نرسل إعلان لكل الموظفين اللي يسووا الميزانية في الأقسام، وأنا مستعدة أعمل لهم دورة تدريبية. قال لي ما حد حيجي. دخلنا القاعة، القاعة كانت مكتظة، وفي خلال ساعة ونص إحنا أنهينا الدورة التدريبية، أجبت على أسئلتهم. جاء موسم الميزانية وأنا ممكن ما تجيني مكالمة واحدة في اليوم عن السيستم. كانت مبدعة، دائما بتيجي حلول لأي حاجة، مكننت كل حاجة، صار بكبسة زر فيك تأخذ التقرير اللي بدك إياه in no time بصراحة. زميلة لي اتصلت علي قالت لي حنان انت ايش من قاعدك في البنك، مكانك في الفصل، مكانك في الجامعة، بسيبي البنك كملي. اتصلت على زوجي لكن الرياكشن حقه صدمني، قال لي انا طول عمري احس انك طاقة مكبتة ولازم تنطلقي وانا مؤمن فيكي. قلت له انت رح تترك عملك؟ قال لي رح اترك عملي واجي معاكي لاني I believe in you. ولقيت نفسي بين يوم وليلة أنا وأولادي وزوجي في الولايات المتحدة الأمريكية. كل شيء كان غريب وصعب، ولقيت نفسي أنه أنا ماني الأولى زي زمان. اكتشفت أني حامل في بنتي ليلى، فقلت أنا كيف رح أقوم بحمل ولادة والعناية بطفل صغير وأنا ورايا لسه رسالة ودكتوراه. بعد حصولها على شهادة الدكتوراه، قررت الدكتورة حنان حبشي مواصلة التحدي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت مسيرتها كأستاذة متعاونة، وقررت التعمق في مجال الأمن السيبراني وإنشاء أجيال جديدة في واحدة من أهم الجامعات الأمريكية. لما وصلت وبدأت الماجستير في الجامعة كل شيء كان جديد علي. طريقة الدراسة في الجامعة مختلفة عن تماماً عن الطريقة اللي إحنا درسنا فيها، وكانت أول مرة أدرس وأنا معايا طفلين، فكل شيء كان غريب وصعب، ولقيت نفسي أنه أنا ماني الأولى زي زمان. وهنا برضو كان في وقفة لعائلتنا، إنه زوجي تكلمت معاه مرة قلت له أنا أول ترم ما كانت تجربة سيئة جيدة، كنت مرة بعاني وتعبانة، فقال لي حنان إحنا كلنا جينا هنا لأننا مؤمنين فيكي، we'll have to make it work.
تساعدني إننا ننظم حياتنا اليومية. مرحلة الماجستير كانت فرصة لأنه هي كلها سنتين، فهذه السنتين أنا لازم أخذ مواد متخصصة في الأمن السبراني. هذا البرنامج كان متخصص في تدريس الأمن السبراني، وفي هذه المرحلة تعرفت على دكتورة لوري كرينر، كانت هي بتنشئ في مجال اللي هو اليوزابل برايفسي اند سيكيورتي. دخلت تكلمت معاها، قلت لها أنا كذا كذا، قالت لي حخليكي تحضري الريسيرش جروب وتختاري المشاريع اللي أنت ممكن تشتغلي عليها. Lori, how are you? Good. How are you? You always beat me being earlier than me. I'm a couple minutes late. Not too bad. Great. So, thank you for taking the time. I know you have a very busy schedule. She was a student who was very interested in the kind of research that I was doing, very curious, had a lot of interesting ideas, and I was excited to work with her. بعد فترة من تعاملي مع لوري قالت لي أنا عندي بروجكت رح أعطيك إياه لحالك من غير طالب بي اتش دي، هل مستعدة؟ قلت لها مستعدة، أخذت البروجكت، ومو بس تفوقت فيه وناقشت الرسالة ونشرت منه بحث صغير، لكن كمان كان أحد أسباب كتابتها لليتر خطاب تزكية رائع. وبعدها بأسبوعين جاني خطاب القبول من جامعة كارنيجي ميلون لمرحلة الدكتورة. I'm glad you made it on a very short notice. Absolutely. For this meeting. We had to move things around, but I think the discussion that we're going to have is important. Well, it sounds exciting. Yeah. Professor Lori Kraner first introduced me to Hanan. Hanan's professionalism, I think, can be broken down in terms of her motivation and commitment to understanding everything about a topic. دخلت لدكتور ترافيس برو في يوم من الأيام وكنت مرتبكة جدا. اكتشفت إني حامل في بنتي ليلى، فقلت أنا كيف رح أقوم بحمل ولادة والعناية بطفل صغير وأنا ورايا لسه رسالة ودكتوراه. فدخلت للميتينج مع دكتور ترافيس وببلغه الخبر، وقال لي شكلك متضايق. قلت له اكتشفت اني حامل وانا في اول سنه للدكتوراه. وهنأني واعطاني خطه، قال لي نوقف مواد، انا راح اعطيكي كثير من الابحاث تقرايها ونتناقش اونلاين. وفعلا الخطه خدمتني جدا. الدكتوراه دخلتها بدات بحمل وانتهت بحمل. طبعاً مع التخرج وإنهاء الأوراق وكل الأشياء دي، دينا كلمتني. دينا. So good to see so you. So good to see you. It's been some time yes, now. Let's catch up. Have a yes. seat. Yes. Let's go. فقالت لي أنا أعتقد إنه يعني إحنا نتشرف لو أنت جيتي اشتغلتي معانا. So Alan. دخلت أول محاضرة وكأني في امتحان. So let's take a minute and see how Kerberos actually works. Let's wrap up all this that we learned and we look at the protocol in summary with this picture. Hanan takes a very evidence-based approach to her teaching. She's adopted best practices and inside of the classroom, she's very inclusive of all students. Once we release this, it's going to be very hard to have regrade requests because once they see the solution, they see the solution. So maybe the first part that we need to ask, do we want to give regrade requests? Do we not? Are we not going to allow regrade requests?
And second, if we do or do not, what would be the consequences of releasing the solution? What's interesting, I think, is to see her now as an instructor, as a professor, because she's able to bring that same level of commitment and her high expectations for performance from others and herself, and transfer that into the classroom. ما زلت أتطور وما زلت أطور من نفسي وأساعد الجامعة في أنها تطور برامجها. دوري مو بس أنه أنا كلاسروم، دوري أني أنا أقوم بأبحاث، أني أساعد في البرامج الأكاديمية، أبدي رأيي في تطوير بعض الأشياء اللي إحنا كنا نسويها في الجامعة والآن نبغى نجددها. أنا كان لي دور في إبداء بعض الملاحظات لما تم تأسيس برنامج الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي تجمعهم شهادة ماجستير واحدة، ونبغاك تساعدينا في أننا نصيغ المنهج والخطة الدراسية. حنان استطاعت بفضل الله تمثيل المملكة العربية السعودية بشكل جداً ممتاز في الولايات المتحدة الأمريكية. نصيحتي للمرأة السعودية أنه لا تؤمني بأنه شيء هناك مستحيل. القيود والعوازل إحنا نصنعها لنفسنا. اللي تواجه المرأة هي التوفيق والموازنة بين النجاح المهني والاستقرار العاطفي والعائلي. لذلك حرصت الدكتورة حنان إنها تخلي عائلتها دائماً في المرتبة الأولى وحتى تطلع بأفضل صورة كأم وكزوجة. تحرص دائماً إنها تمثل المرأة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية أفضل تمثيل. بيتسبرغ مدينة جداً مميزة رغم صغرها، إلا إنها مدينة فيها كل اللي موجود في البيك سيتيز من ناحية الفرص، من ناحية التعليم. دائماً أشتاق إني أروح الشاطئ. أتذكر طفولتي وأحس أني فاقدة شيء من طفولتي، ماني قادرة ألاقيه. مع تنظيمي لوقتي رتبت أني أتصل بالوالدة كل يوم في طريقي للعمل وكل يوم في طريقي للبيت. أحس نفسي أنه أنا عايشة يومي كل يوم مع أهلي، عارفة إيش بيصير، عارفة مين حيزورهم. أمي تقول لي إيش حياكلوا على الغداء وبعدها لما أكلمها وأنا طالعة أسألها كيف كان الغداء. الاستقرار له دور جداً كبير في نجاحي. الحمد لله أنا قدرت أوازن بين حياتي العملية وبين حياتي الشخصية. I define my mom as like a fighter. No matter what problem, she just finds a way through it. Like all through my life, I don't know how to like get through anything without her there. Our trip for Saudi is coming up. I want to know the updates. Did you talk to the professors about taking the exams before we go? We can't find another flight. The Cam one emailed me back. She said we'll talk about it after break. My other professor, the international relations, he said that it should work, but he's gonna have to like go through with people he knows, see if it's okay and stuff. And bio worked out, ironically. Oh, great, so great, great. He doesn't have a problem with it. Good. She always like helps me with stuff that I need to learn, like my education. She also helps me with lots of other stuff in daily life. Check, man. احنا نقول كش ملك بالعربي، لما تلعب مع جدك قول له كش ملك.
She's a role model for women in this field. A lot of the young women in her classes are looking up to her. So it's shared between Alice and Trent. That means it's a symmetric shared key. She still stands out for me as a woman faculty in the STEM field, in particular in the field of information security. Good news I have for you is that there is two courses that one of our faculty designed, David Varadian, the adversarial machine learning and the applications of AI and security. مشاريع المستقبلية هي في إيصال العلم لآخر بقعة في العالم. The best advice that my mom's like ingrained in me when I was just like a little kid was education. She always told me that like having good education would just set you up for life. I think that's like one of the biggest takeaways I learned from her. أنا من وجهة نظري إنه حنان تعتبر سفيرة للمرأة السعودية بالإنجازات اللي عملتها. حنان استطاعت بفضل الله تمثيل المملكة العربية السعودية بشكل جدا ممتاز. ورت العالم إنه النساء السعوديات يوصلوا لأعلى المناصب ويقدروا يحققوا طموحاتهم في المجال اللي هم يحبوه. حنان محل ما تروح تكون مشرفة إن شاء الله. وأنا أعتقد إنها مسألة السعودية خير تمثيل. نصيحتي للمرأة السعودية إنه لا تؤمني بأنه شيء هناك مستحيل. القيود والعوازل إحنا نصنعها لنفسنا. أنا تعلمت ودرست قبل ما المرأة تقود السيارة في المملكة. الحمد لله الآن الأدوات متاحة والدعم موجود من الدولة والأهل أصبحوا أكثر متفهمين. استغلي قدراتك عشان تبدعي. كل زيارة لي للمملكة أشوف شيء جديد مختلف، كأني بأرى البلد بلد ثانية. أنا صرت يعني خايفة إني أوصل لمرحلة ما أدل الشوارع في جدة من كثر ما بيختلف علي. ففي حركة سريعة، في تطور، في دعم لكل القطاعات في التكنولوجيا، والمجتمع أصبح يفهم أهمية التكنولوجيا. البحث العلمي مر بمراحل في المملكة. أنا شايفة في تمويل كثير لأبحاث، وأنا شايفة أسماء كثير سعودية في المؤتمرات الكبيرة، وأحس بسعادة كل ما أشوف أسماء سعودية أكثر. نصيحتي للأجيال القادمة إنه يفكروا خارج الصندوق ويشوفوا إيش اللي يعجبهم ويكملوا فيه، والالتزام الالتزام وتنظيم الوقت. تعلموا من الأجيال القديمة، لا تنظروا للجيل الأكبر عمراً على أنه جيل المفروض يتقاعد، انظروا له على أنه حصيلة وثروة من المعلومات اللي تحتاجوها عشان تحملوا المشعل وتتقدموا. Thank you.